النوع الثاني من الكيبلات هو الفايبر اوبتيك، او يسموه بالعراق هو الكيبل الضوئي، اللي هو مختص بنقل سعات اكبر من اللان، اللي يعتمدون عليه طبعا يعني الانترنت يجي من خارج العراق عن طريق الفايبر اوبتيك، طبعا بس مو هذا النوعيه، وينقل من وزارة الاتصالات للشركات هم عن طريق الفايبر اوبتيك، ومن الشركات للربيتر عن طريق الفايبر اوبتيك، ومن الربيتر لبعض الابراج اللي تستخدم الفايبر اوبتيك وما تستخدم اللاسلكي. اوكي، فهذا حاليا عندنا الفايبر اوبتيك، طبعا هذا يستخدموه اكثر شيء اهل الابراج اللي يسحب من الربيتر لاهل البلوج. طبعا هذا عباره عن الياف زجاجيه، هذا يسموها مثل ما تبين اربعه، تبين هذا اربعة كور يعتبر. اوكي، مثل ما تشوفون اربع الواح زجاجيه، طبعا اذا نكسر هيك وحده تطق عندنا مفروض، عشان طقت يعني، هي عباره عن الياف زجاجيه. اوكي، اكو من عنده اثنين كور، اوكي، واكو من عنده اربعة كور، واكو من عنده نوعين يصير قطري، يصير يعني مثل اللان محيطي هيك يصير. وبعد طبعا هسه اذا احد شاف من سووا الكيبل الضوئي على اساس اللي تحت الارض يشوفون بانه القطر هالكبراته، هذا يعتوي على 32 كور او 64 كور، يعني تخيل انه 64 قطعه من هاي الزجاجيه اللي تشوفوها قدامكم. طبعا ذاك احنا قلنا لان الكيبل اللان اللي فيشناه اللي هو يتراوح سعره يعني حسب نوعية النحاس مالته ونوعية التسليك، طبعا يعني اكو نوعية قلنا بانه 40,000، حاليا 40,000 لان شوية الاسعار هسه صاعدة، واكو نوعية يمكن توصل $100 اللي يستخدموها للاماكن العالية، بانه هذا اللي يعني ما يحتاج انه يبدله او الشمس تتلفه او المطر. هذا سعره طبعا البكرة مالته الشريطي، يعتبر كيبل شريطي، يعتبر 300 متر، سعره $100. مضارة انه اذا قطعة واحدة، اذا يعني من هاي مثل تشوفون انقطعت، لانه بعد ما يتوصل الانترنت ابد. اوكي، هاي قطعة واحدة شريط يعني ليفة واحدة يسموها، تنقطع بعد ما تقدر توصل الانترنت، يقدر يوصل ساعات انترنت اكثر من ذاك اللان. اللان طبعا اذا توصل 100 متر حيبدي يعلى عندك النويز، وممكن يسوي عندك فصلات، حيصير عندك تايم اوت. اذا نشيك بالبينك، اذا مثلا نوصل من ربيت من العفو من برج الراوتر بكيبل 150 متر ونشيك على البينك اللي هو 4 8، يعني على الكوماند لاين بينك 4 8 شارع حتي، حنشوف بانه حيطلع لي هواي تايم اوت، حصير بيه فصلات هوايه، وهذا السبب شنو؟ النويز يكون عالي. اوكي، ذاك ما يتحمل اكثر من 100 متر، لين ورا ال 100 متر يبدي يصير بيه فصلات. هذا لا يتحمل 1000 2000، هذا كله يتحمل، بس المشكله اذا صار بيه قطع انه حينقطع الانترنت عندك. طبعا يلحم هذا الكيبل، هاي الالياف الزجاجيه تشوفوها هاي اللحم، اللحم مالته تقريبا المتعارف عليه بالعراق تقريبا $100 تلحم هاي القطعه وقطعه مقابلها عن طريق جهاز OPT يمكن اتوقع اسمه، والله نسيته راح من بالي، بس هو انا مستخدمه هوايه لان يعني انا اشتغل بالكيبل الضوئي. تقريبا قلنا بانه سعر اللحيم مالته $100، وهو الجهاز كله اصلا سعره غالي. وشكرا.